يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المحشي على هذا المتن هذه العبارة في الحاشية، يقول: قال صاحب بدر المتقى شرح الملتقى: ولا يكون اليمين بغير الله كالقرآن والنبي والعرش والكعبة فإنه حرام. هل هذه العبارة صحيحة؟ وهل الحلف بالقرآن يعد من الحلف بغير الله؟ ولا يكون إيش؟ ولا يكون الإيمان بغير الله ولا يكون اليمين بغير الله كالقرآن والنبي والعرش والكعبة فإنه حرام. لا، ذكر القرآن غلط. القرآن غلط، يجوز الحلف بالقرآن أو بآية من القرآن، لأنه كلام الله جل وعلا وكلامه صفة من صفاته. نعم.